كتاب فقه الزكاه للدكتور القرضاوي بارك الله فيه. والله انا ما اطلعت عليه منذ زمن، لكن كان في الجمله طيب، من احسن ما كتبه، لكن ما اطلعت عليه منذ زمن طويل، يعني مش قادر اقيمه الان التقييم الكلي، لكن كان ايامها كان مشهور بانه كتاب جيد، لكن بعد خروج كتب علل الحديث والنظر في العلل احتاج اراجعه مره ثانيه. حبذا لو حضرتك راجعته، لانه فعلا انا اسمع ان هذا الكتاب حجه في هذا الكلام. لا ما في حجه، الحجه في كتاب الله دائما يعني. لا اقصد يعني اقصد انه بذل فيه مجهود كبير يعني. بذل فيه مجهود صحيح. ربنا يحفظه ويحفظ حضرتك وجميع العلماء. اللهم امين. انا اقصد حاليا مطلوب ان احنا نشوف الاحاديث حتى ان أحسن. حتى يعني ياخذ الكتاب موقعه الصحيح. ان شاء الله. ان شاء الله. عليكم السلام. ان شاء الله لعله غدا باذن الله. السلام عليكم.